بنرحب بحضرتك على الهلالي. اهلا وسهلا. كنت عاوزه حضرتك تكلمني عن عوده عروض ديزني مصر، ديزني لايف لمصر بعد غيابها لمده 4 سنوات. هي مش ديزني لايف بس، احنا بنتكلم على صناعه الترفيه، احنا بنتكلم على شركتنا مع فيلد انترتينمنت المنتج لعروض ديزني لايف وديزني اون ايس ومارفل لايف شوز والترفيه عامه. احنا مش عايزين نعمل عرض ونسيبه زي ما قعد كذا سنه ما يجيش، لا احنا عايزين دايما يبقى عندنا اجنده ترفيهيه موجوده طول السنه، موجوده قوتها في انها تبعت رسائل قويه ورسائل ايجابيه عن العلامه التجاريه لمصر للعالم كله، وفي نفس الوقت يبقى صناعه الترفيه دي موجوده بشكل اساسي في مصر. فاحنا مش بنتكلم على ديزني لايف، احنا بنتكلم على الرؤيه العامه لصناعه الترفيه. طيب ايه اهميه الحدث او اللي ممكن يقدمه لمصر؟ الحدث هو حدث، لما تيجي تلاقي النهارده ديزني لايف بيلف 60 دولة، 440 مدينة، بيلف اكتر من 2 مليون واحد بيحضروا، بالتالي بلد بحجم بلدنا الحبيب مصر لازم يبقى عندها عرض زي ده، عرض لان هو عرض تستحقه ان يعني الجمهور المصري هو يحضره، وان هو يبقى رساله ان ديزني اكبر علامه تجاريه في الترفيه العائلي موجوده في مصر. طب لو قلنا السبب وراء رجوعه بعد غيابه 4 سنوات؟ اتكلمنا بقى النهارده كتير في الموضوع ده، في اجراءات كتيره تنظيميه واستراتيجيات تسويق بتتعمل واستراتيجيات تسعير للتذاكر وتفاصيل كتيره جدا بنقعد نشتغل عليها، لكن احنا خدنا وعد منهم ان شاء الله، لان الامور الحمد لله مستقره جدا والحمد لله الدنيا يعني بقت اكثر وضوحا لكل الناس، فهم محتاجين ان هم وعدونا ان هم يقولوا لنا لا خلاص احنا بدل ما هنعمل عرض كل كام سنه هنعمل نبدا نخش معاكم، نطمن ان ده اتعمل ان شاء الله كويس، نبدا نخش معاكم سنه مره ومرتين في السنه بعروض اكبر واضخم انتاجا كمان من العروض اللي جايه. اول عرض هيكون امتى وفين؟ يوم 26 سد القاهره الدولي في الصاله المغطاه ان شاء الله.